عليكم البنات، مرحبا بكم مجددا في قناتي الفراشة الذهبية. اليوم ان شاء الله غندير واحد شلاضة او لا وجبة خفيفة تصلح في هذه الاجواء السخونة ديال الصيف، وان شاء الله نتمنى انها تروقكم وتجربوها. هذه الوصفة عشان نقول لكم خفيفة خفيفة بزاف، تصلح كغداء كعشاء كسلاد متكاملة فيها المكونات كاملين. ان شاء الله غندوزو للمقادير ونصوبوها جميع. غنشوف المكونات ديال لاصالاد ديالنا او الوجبه. عندي هنايا نص كيلو ديال صدر ديال الدجاج او ديك الرومي، انا هنا استعملت الدجاج. عندكم واحد الخصه كبيره ديال من هذا النوع ديال الخص، واذا كانت هذاك الجرجير زيدوه تيجي زوين. عندي واحد البصله غنقطعها دوائر، عندي تفاح على هنا تنمشيو على الحساب ديال الاشخاص اللي عندنا. عندي واحد البامبلوموسه، وعندي ليمونه، عندي شويه ديال الكاجو غادي نحمرو، وشويه ديال الكركاع حتى هو غنصهدو. الا ما عندكمش هنايا هاد المكونات واش تقدروا ديروا اللوز، تقدروا ديروا الكاوكاو، اي نوع ديال الفاكهه جافه. وعندي شويه ديال العسل، قول جوج معالق ديال العسل. بطبيعه الحال عندي في العطريه غادي نحتاج البزار واحد المعلقه، شويه ديال الملح وزيت بلديه والموطارد الونسيان، هي باش غادي نرقد هاد الدجاج ديالي. غنمشيو للترقيده ديال الدجاج، غادي يكون فيها غادي نهز واحد جوج معالق ديال الموطارد، غادي نزيدهم في الدجاج ونخليه يترقد واحد نص ساعه د المكانه. من الاحسن شويه ديال المليحه، ما نكثروش الملح لان الموطارد فيها الملح. شويه ديال البزار، ونزيدو شويه ديال الزبيده بلديه على هذا الدجاج ونخليه يرتاح. هنا اللي ما بغاش يدير زيت بلديه يقدر يدير زيت عاديه. نخليه يرتاح الدجاج يترقد واحد شي شويه، ومن بعد غادي نقطع الخس ونقطع التفاح ديالنا، الليمون، البصله، وغنمشيو مرحله بمرحله. بالنسبه لتقطع ديال التفاح حيدت لي هذاك الدخلاني ديالها، تنقاده بحال هكا ونحاول نقطعو رقيق حيت بغيت يجيني في الشلاضه ما يبانش مزيان غليظ. حتى الا كان التفاح داك الخضر قاصح حتى هو تيجي فيها زوين، ديك الحموضه ديالو مع العسل تتجي احسن من هاد التفاح الاحمر والصفر. نحاولوا نرقو بحال هكا ونديروا ليه واحد شويه ديال العصير الحامض باش ما يكحلش لينا بين ما وجدنا بين ما درنا داك الدجاج يتشوى. انت تنقص التفاح هكا شويه، تنحيد لها الداخل ديالها، ما تنحيدش لها الجلوف، تتبقى بجلوفها، غسلو غير مزيان. حاولوا يجيو هكا رقاق، شتي نكمل التفاح كله بهذه الطريقه. ونهز واحد الليمونه، الليمونه غادي نحتاج العصير ديالها هو اللي غنزيد مع العسل، وفي نفس الوقت هذاك هاد الطريفات ديال الليمون اللي غيبقى وغادي نلوحهم في لاصالاد، الليمون والبومبلوموس. كاين الليمون اللي ما تيكونش فيه هكا، هذه غنلوحها في لاصالاد. هاد البومبلوموس عندي انا راه مجمده حيت ما لقيتهاش، كانت عندي وحده في جبتها نخدم بها، جمدتها بجلوفها، هانتوما تتشوفوا هي غتطلق دابا وغادي نقطعوها. دابا هاد الليمونه نحاول نقطعها هكا، الا فيها شي زريعه نحيدها، ما فيهاش غنلوحها هكا في لاصالاد. والماء ديال الليمونه اخرى هو اللي غنزيد على هادي حيت ما فيهاش الماء بزاف. نحاول نحيد هاد الزيت، صافي نقطع هذا هكا. التفاح الخص حتى هو راه قطعته بين ما تحمر الدجاج ونطلق. بالنسبه للدجاج انا غنديرو في المقله بلا ما نزيد، لان هذا اصلا دايره فيه انا شويه الزيت. انا غنديرو في اما لاباراي ديال البانيني حتى هو تيجي فيه مزيان، الفران فين ما عجبكم ديروه. انا غنديرو يتشحر
وتيبقاو فيه هاد الحبيبات يتقطعوا في لاصالات يجيو زوينين ديال الموطارد. في نفس الوقت عندي بصله قطعتها دوابر هاد البصيله باش تحيد منها ديك الحروره. غادي نزيد فيها واحد شويه ديال العصير ديال الحامض وشويه ديال العسل ونخليها ترقد. بالنسبه للدجاج ديالي ها هو وجد، نهز الوحيده بحال هكا ونقطعو شرائح هكا يكون مايل يبرد واحد شويه باش ملوحوش على الخص وسميتو سخون، حيت هاد الشلاضه تتكال بارده. انتو شفتو كي صعطاب بقى بداك بقى في داك المطارد لونسيان جاجه فيه واحد المنظر زوين ومذاق زوين. هنا ما تيحتاج كاع داك قوه التوابل. هنا تنقطعوه هكا صافي باش يبرد ونخلطوه مع كما قلت لكم البصله. ها هي زدت فيها شويه ديال العسل وشويه ديال العصير ديال الليمون، والباقي ديال عصير الليمون غنزيد فيه العسل باش يكون هو لاصوص. تقدوا هاد الشلاضه توجدوها وما ديروش لها لاصوص حتى تبغيوها، توجدوا كل شيء ما ديروش لاصوص باش ما تهراش. و ها هو الدجاج ديالي واجد، الكركاع شويه حمرته صافي، المواد كامله واجده. غادي نستناها تبرد شويه باش نخلطوها. نوجد لاصوص كما قلت لكم، العصير ديال الليمون نزيد فيه العسل هنا، اللي بغى يزيد بزار يزيدو. نخلطها بحال هكا. دابا غنمشيو نوجدو الصلاط ديالنا. ليمون أو بلوموس، نجيبو التفاح، التفاح راه كليكم درت ليه شويه ديال العصير الحامض باش ميكحلش. هنا نحاولو نخلطو ما بين الصفار و هنا البصله ديالي تيجي فيها واحد المذاق مزيان ملي تيدار ليها العسل والحامض والعصير ديال الليمون، بحال تطيب. تناخد شي طريفات حتى الا كانت ديك البيضه راه ما تتبان كاع، هذه راه مازال حمراء، وهنا الحمراء راه مزيانه على البيضه. نلوحو غير شي وحدينات ما نكثروش صافي. تنلوحو الدجاج هنا باللي بغى يزيد الزبيب يزيدو، بحال الحلاوه تاني اللي ما بغاش يدير العسل ما تياكلش الحلاوه، يقد يدير غير الملح وشويه لا فينيغريت صافي. هاد لاصوص حتى تنبغيو ناكلو عاد تنديروه. حرقو مزيان داك العسل، نزيد واحد باش نخرج اللون. حاولوا يخرجوا اللوان. هانتوما تتشوفوا المكونات باينين كاملين، البصله مرقده في الليمون، الدجاج ديالنا بعد ما طاب
بومبلوموس ليمون. هنا تقدروا تعوضوا البومبلوموس ولا الليمون بالاناناس على حسب الفواكه الموسميه الموجوده، غير هو الليمون تيعطيها واحد الانتعاش صراحه، تتجي خفيفه ما بين شلاضه ووجبه. والبصله مرقده في داك الماء ديال الليمون والعسل، حتى هي جات هائله. تتمنى انكم تجربوها. الحلقه ديالنا سالات، تنتمنى ان الشلاضه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، وتنتمنى كذلك انكم تجربوها، لان سهله سهله وصفه بزاف، وشفتوها كي دايره يعني خفيفه، لا في الجيب ولا في الخدمه ديالها، ومنعشه وصحيه 100%. تنتمنى ان الحلقه كما قلت لكم تنال الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش علينا باللايكات ديالكم، وتابوناو معنا اللي ما بابونيش تابونا باش نفعلوا القناه ونزيدوا القدام جميع. كما تنقول دائما، رحمه الوالدين وشكرا على حسن المتابعه.